اليوم انفجرت عبو ناسفي بوطن مصيط باختال جسد أبو أنيس، وأحرقت معها تاريخ وطني وحزبي أغني جورج حاوي بتجربته واغتنى منه، لكن لم تنجح بالنيل من حضوره والإرث اللي تركه. كان من الممكن أن تخفف السنوات من هول الخسارة لو لم تزدحم بتطورات يصعب على أي إنسان استيعاب مجرياتها، من الشلل يلي أصاب الدولة اللبنانية ومؤسساتها ودستورها، وصولا إلى الخيبات والتراجع يلي أصاب المشاريع السياسية الوطنية يلي سبق لجورج حاوي أن وضع الكثير من الجهود فيها. أما الأخطر فهو ما حصل من ثورات على الاستبداد العربي، ومن ثورات معاكسة وانقلابات عسكرية وصعود أصوليات وبربريات. يهمنا أن نضمن استمرار الحياة ولا استمرار للحياة دون الديمقراطية، دون الثقافة، دون الإبداع، لأن الحياة الإنسانية تختلف عن سائر حياة الكائنات الأخرى بمقدار ما تسمح للفكر في أن يعطي وفي أن يطور وأن يتطور. إذا تزاحمت بسنوات غياب جورج حاوي أحداث عززت الحاجة إلى حضور الرجل المناضل يلي صنع لحظات تاريخية بالحياة اللبنانية والعربية، وما جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إلا واحدة من هاللحظات المشرقة بصفتها خيار استراتيجي وليس أداة سهل التنازل عنها أو تسليم مقاليد قرارة إلى أي نظام عربي أو إقليمي آخر. أكثر ما يمكن أن يعزي بأنه ما زالت بيروت تقاوم، ما زال العالم العربي يقاوم. هالمقاومة هي أكبر تعويض عن خسارة شخصية كانت الأكثر جرأة وشجاعة بين مجموعة نزلت نفسها للبنان وتمسكت بثقافة الحياة وتصدت باكرا للنظام السوري بكل ما يمثله. لن يستسلم لبنان للظلاميين ولا مشاريع التفكيك، ولن تنهزم شعوب الربيع العربي أو تسمح باستغلالها. هذا ما تأكده مسيرة المناضل جورج حاوي، وبالوقت نفسه كان رمز للدفاع عن وحدة لبنان وعن مشروع الدولة الحاضنة لجميع أبنائها، على أنه يد العدالة باقية بالمرصاد. العدالة ستتحقق وإن كانت مؤجلة، العدالة بوجهيها الأول محاكمة يلي أمروا وخططوا ونفذوا وغطوا عملية التصفية، والثاني سقوط نظام أصدر الأمر بتصفية قائد ومناضل استطاع أن يؤثر وأن يقلب المعادلات.